سلمت الجهة لسلطة الولاية 8 ديال الشاحنات السهريجية من أجل مواجهة جائحة كورونا. هذه الشاحنات هما كيدخلوا في إطار التدابير اللي اتخذتها الجهة خيراطا في المبادرة أولا الملكية الكريمة القاضية بإحداث صندوق مواجهة جائحة كورونا، واللي هي مبادرة كريمة كان عندها وقع كبير لأنها ستثبت في واحد المد تضامني كبير وحدثت يعني واحد التعبئة هامة وعبئت المجتمع المغربي وكل القوى الحية ومكونات المجتمع المغربي، والجهة يعني الجهة كوحدة ترابية كذلك انخرطت في هذه المبادرة، وقمنا باقتناء هذه الشاحنات السهريجية اللي غادي تساهم في محاربة ولا بغينا نقولوا حنا الوقاية أو مكافحة هذه الجائحة كورونا في الأقاليم الثمانية بالجهة، وبداية سيكون بطنجة وبالأقاليم اللي هي تضرت أكثر بهذه الجائحة، واللي كنعرفوا بأنها كتمركز بين طنجة وتطوان والعريش والقصر وفق برنامج تحدده السلطات الصحية. بالنسبة لنا هاد الشاحنات هي يعني تكلفتنا إلى جانب يعني مواد التعقيم اللي كتعبأ، لأن هاد الشاحنات كما تعلمون تعبأ بمواد التعقيم، واللي كلفتنا بين المواد وبين هاد الشاحنات ما يفوق 7 مليون درهم، إلى جانب مبادرة أخرى يعني لا تقل أهمية وهي المبادرة ديال مساعدة الأسر المتضررة من جائحة كورونا، واللي فاقت 16 مليون درهم على أساس 2 ملايين درهم لكل إقليم، يعني في محاولة منا للتخفيف من معاناة الساكنة وخاصة المتضررة من تدابير الحجر الصحي. إلى جانب هذا المجهود هناك الجبار اللي كنقوموا به، فكذلك هناك اقتنينا واحد 2 رشاشات يعني كبيرين ديال يعني من أجل دعم كذلك هذه التدابير ديال التعقيم داخل خصوصا في طنجة. بالنسبه لنا يعني هاد المجهودات اللي هي نقولوا دابا الان كلفتنا ما يفوق يعني 28 مليون ديال الدرهم، كلها تروم اننا نساعدوا الدوله المغربيه في هذه المجهودات الجباره اللي كتقوم بها، واللي هي حقيقه المجهودات استباقيه، واليوم اصبحت يعني محله يعني اليوم يضرب بها المثل على مستوى دولي، لاننا كنا جريئين بفضل المبادره والتعليمات الملكيه الساميه بالنوه بكل مكونات المجلس اللي ابانوا عن روح وطنيه وابانوا عن روح التضامن وعبروا عن الاستعداد ديالهم بانهم يغيروا البرمجه ديال الميزانيه ودي الجهه ودي المجلس كلها من اجل اننا نضمنوا كذلك من التضامن منهم يعني في هذه المجهودات اللي كيبذلها المغرب.